تعالوا نروح لأنشطة لجنة المرأة في النادي الأهلي اللي نظمت مؤخرا تحت إشراف اللجنة العليا للجان وأكيد بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، نظموا حملة في منتهى الأهمية، حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي، طبعا ضمن جهود الدولة لرعاية صحة المرأة المصرية. تعالوا نتعرف على تفاصيل اليوم ده كانت عاملة إزاي من خلال هذا التقرير، اتفضلوا. في بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة بنسهل ان احنا نعمل عملية الكشف المبكر على سرطان الثدي، عافانا الله جميعا يا رب. المبادرة دي مبادرة رئاسية بتحصل على مراحل، الاول بيحصل كشف مبدئي للسيدة الأهلوية، وبعدين لو لا قدر الله في اي حاجة بتستدعي ان احنا نعمل أشعة، السيارة بتاعت الكشف موجودة، السيارة المتنقلة موجودة وبيتم فيها عمل الأشعة. عيلة الأهلي بتهم النادي بكل إداراته ولجانه، بيهمنا جدا إن احنا بنتابع، ولو لا قدر الله في حد بيكون عنده احتمال إن يكون عنده مشكلة في هذا الموضوع بنفضل نتابعه، ودايما عيلة الأهلي بتدور على صحة المرأة المصرية. شايفة إن الأعضاء الحمد لله يعني هم مبسوطين إن الحملة جات لهم يعني في النادي، فدي حاجة مهمة بالنسبة لهم، وخصوصا للناس اللي هي كبار يعني كبار في السن، بيبقى طبعا الحركة بتاعتهم صعبة، فبيبقى في النادي الخدمة ليهم إنها تجيلهم في النادي أسهل طبعا. المفروض إن الحملة ديت برعاية السيد الرئيس للكشف المبكر على أمراض الثدي، وفي العيادة الأولية بتبقى موجودة في مكان هنا في النادي، وفي دكتورة بتكشف على السيدات من أول الضغط والسكر، وإذا كان في كشف على أي حاجة بتوجعها، ولو محتاجة كشف بالأشعة على الثدي بتبعتها. الحملة دي موجودة تقريبا النهاردة ثالث يوم، ولسه موجودة كمان 4 أيام للأسبوع الجاي، وغالبا ليهم مواعيد من 10 لغايه 5 تقريبا، بيكشفوا على من 30 ل 40 سيده في اليوم، لكن بنبعت اللي مستحقين الاشعه للثدي حوالي من 10 ل 15 حاله برديه. الخطوات كانت عباره عن اعلان اتعمل هنا في النادي، وكان في كام بوستر كده شفناه، فاول ما شفنا البوستر ده محطوط بدانا نسال، فلقينا لجنه المراه كانت متعاونه قوي، قالوا لنا ايه الفكره بتاعت الفحص دوت. النهارده جينا الصبح سيبنا الكرنيهات بتاعه النادي والبطايق، بناخد دور وجاري الفحص لينا، منتظرين بقى كل حاجه، بنخش مثلا سكر ضغط حاجات زي كده ومنتظرين. اليوم كان منظم جدا، بياخدوا اسمائنا وبنخش في اوضه الدكتوره، بنكشف، بناخد الطول والوزن والضغط والسكر، وبعد كده بيعملوا كشف على الثدي، او في حاجه لا قدر الله بيخلونا نعمل سونار. هي دي الفكره كويسه جدا اللي هي قريبه مننا وعارفين قبلها، فبتبقى كأنك بتعملي تشيك اب على جسمك وبتطمني عليه، فدي بتبقى كويسه جدا.